من مدينة بيوريا في ولاية إلينوي استهل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرعوية الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حضر قداس الشكر الذي احتفل به المطران الجديد حنا علوان في رعية مار شربل. وأمام حشد من اللبنانيين هنأ الراعي المطران الجديد ناقلا بركة وتحية الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير ومجلس المطارنة. البطريرك لفت إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تنظيم العمل بين الأبرشيات المارونية في الانتشار والكنيسة الأم في لبنان، عملا بتوصيات المجمع البطريركي. ودعا الراعي الجميع إلى الصلاة من أجل لبنان الذي هو رسالة تعايش وحوار بين المسيحيين والمسلمين. ثلاث نقاط أساسية بيرتكز عليها هذا السينودوس هو حضور المسيحيين في الشرق، اثنين شركتهم اتحادهم، وثلاثة الشهادة للقيم المسيحية ببلدان الشرق الأوسط. نحن ما فينا ننسى أنه المسيحية في هذا الشرق حامل رسالة بتواصل عمل الرسل. الإنجيل والرسالة المسيحية والكنيسة بدأت بالشرق، ما فينا نحن ننسى معنى وجودنا بهالشرق. أخيرا بدي أقول أنه نحن عادة العالم بيحكي عن أقليات، هيدا بالمعنى الجغرافي، أما نحن ما منقول نحن أقلية مسيحيين بهالشرق، نحن جزء من كنيسة المسيح، نحن جزء من جسد المسيح موجود بهالشرق. كذلك كانت كلمة للمطران الجديد. بيوريا فيها عدد 10 أضعاف العدد الموجود من أهل أيتو بلبنان، هالشي بيجعلنا نفكر بكم نحن بحاجة حتى نعيد الشراكة والمحبة بين المقيمين في لبنان والمقيمين في بلاد الانتشار. أبناء رعية مار شربل أقاموا بعد القداس مأدبة غداء على شرف صاحب الغبطة واحتفاء بالمطران علوان. وقد أشار الراعي إلى أن العائلة اللبنانية الكبرى تتنازعها الانقسامات السياسية، فيما العالم يتجه إلى مزيد من العنف والحروب والإرهاب، داعيا إلى الخروج من العداوات والاتجاه إلى المصالحات والسلام.